إلى معلمي: أحبك يا معلمي، وأحب المدرسة، وأحب القرآن، وأحب أصدقائي في المدرسة، وأحب خط معلمي في السبورة، وأحب صوت معلمي الذي علمني الكتابة والقراءة. جميل أن يضع الإنسان هدفاً في حياته، والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحاً يساوي طموحك. لذا تستحقين منا كل عبارات الشكر بعدد ألوان الزهر وقطرات المطر. يا معلمي أيها الوقور، يا من أنرت للطريق نور، وسموت بي إلى معالي الأمور، وذللت للصعاب وكنت الصبور، فلك مني التحايا فواحة بالعطور، عسى ربي أن يعظم لك الأجور، واجمعنا بنبينا في دار السرور. لو مدى العمر أتكلم عن قدرها لا تكفيني أعمال، منها أدرس وأتعلم وأصبح من المتفوقين والأخيار. معلمتي يا رمز القمم، أنشأت أجيال صغارا وكبار، في وصفك يعجز القلم، يا حب ينبض باستمرار، باحترامك وصانا سيد الأمم، فشكرا يا بداية كل مشوار. Thank you.
رسالة إلى معلم. المعلم هو تاج رأس الطالب. المعلم يجب احترامه وتقديره، وهو قدوة الطلاب.